من الشمال السوري مشاهدينا، ينضم إلي ضيفي السيد نضال محمود الرئيس المشترك لدائرة المياه في الحسكة. سيد نضال مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم وللمشاهدين تبعكم. أهلا بك. إذن هناك استهداف البنى التحتية في المناطق المحتلة من قبل العدو التركي وفصائله الإرهابية طبعا وفقا لتقارير دولية. برأيكم لماذا هذا التعمد في استهداف المرافق الحيوية التي تخدم المدنيين؟ طبعا خلال الساعات الأولى من الغزو التركي تم استهداف منشآت الحياة الرئيسية الواقعة على الحدود ومنها محطة علوق. هي هدفها استخدامها كورقة ضغط لقطع المياه وشريان الحياة للمناطق بشمال شرق سوريا. ومن المعلوم أن محطة العلوق هي محطة استراتيجية تتغذي مقاطعة الحسكة بشكل كامل. نعم. إذن أيضا هناك يعني مخاوف من كارثة إنسانية تهدد 400 ألف شخص جرى انقطاع مياه الشرب. يعني برأيكم هل المناشدات الدولية لمنع وقوع الكارثة كافية لحمل العدو التركي على التوقف عن هذه الممارسات عفوا؟ الأرقام اللي ظهرت كانت أرقام قليلة جدا، يعني 400 ألف نسمة قليل، إنما عدد الناس اللي راح تنحرم من المياه ما يعادل 750 ألف نسمة، كونوا هذا المحطة كان عدي بشكل كامل لهذه المناطق من تلتمر وقراها والحسكة وقراها وصولا لحتى مخيم الهول ومنطقة الشدادة. للأسف المناشدات لوحدها لا تكفي، كونه الماء هي الحياة وهي أهم مقومات الحياة للمدن وخاصة التجمعات الكبيرة. هذا بيشكل تهديد الأمن المائي لمنطقة شمال شرق سوريا، وهذا اللعب على حياة البشر وتأمين مستلزمات الحياة لهم هي لعبة سياسية وسخة. عم يحاول الغزو التركي التلاعب بهذه الورقة للضغط على الجانب السياسي. طيب يعني هذه الاستهدافات أيضا هي مخالفة للقانون الدولي تعتبر، ألا يستدعي أيضا هذا تحرك قانوني من قبل الجهات الدولية المعنية؟ وهل تتوقعون أي إجراءات من هذا القبيل؟ يعني نحن بدورنا عملنا نداء إنساني للتدخل كافة المنظمات وحسب المعايير الدولية حتى في الحروب يمنع استهداف منشآت الحياة يلي هي محطات المياه ومحطات الكهرباء، ولكن للأسف إلى الآن لم نجد أي استجابة جدية للتدخل بهذه النقطة وتحييد المنشآت الحياة وخاصة محطات المياه لاستمرار خدمة وتوصيل المياه للأهالي. إلى هذه اللحظة الاستجابات خجولة جدا وتكون على أسس إسعافية وتقديم بشكل لحظي لتأمين المياه، إنما لإيجاد حل وتحييد محطة علوق وإخراجها من هذه حالة الصراعات الموجودة في المنطقة لن يتم أي إجراء مناسب بهذا الشيء من طرف المنظمات الدولية والأمم المتحدة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. ضيفي من الشمال السوري سيد نضال محمود الرئيس المشترك لدائرة المياه في الحسكة.